السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم. فيديو جديد من One Hour Networking. صراحة ما قدرت، يعني أول شيء الشبكة موجودة، وثاني شيء الموضوع حلو كثير، موضوع شيق، فحبيت يعني نلقي نظرة مع بعض عليه. إحنا متذكرين إنه في عنا يعني منطقة واحدة ممكن تفشل فيها الشبكة تبعتنا، اللي هي الاتصال بإنترنت من هون، وساعتها بتكون كل ال في يعني في تلك اللحظة راح تكون كل الشبكة داون. ففي تكنولوجيا حكوا انه في عنا اشي اسمه First Hop Redundancy Protocol. الفيرست هوب ريدندنسي بروتوكول بتفعله على الاثنين الكور سويتشز اللي هم لاير 3 سويتش، بيعملوا راوتينج وبيعملوا سويتشينج، وبصيروا الاثنين يشتركوا بجروب واحد، مجموعة واحدة، مجموعة عمل، وهاي توفر شو عملية يعني باك اب، يعني عملية سبورت، دعم للشبكة، بحيث انه اذا فشل هذا اللينك، اذا فشل هذا اللينك ينتقل الترافيك كلياته، كل البيانات اللي موجودة بالشبكة عن طريق الراوتر الثاني. اول شيء بدنا يعني نظبط امور الراوتينج، فا او يعني اول شيء بدنا نعمل كمان كونفيجريشن للراوتر الجديد اللي عندنا، ننقله داون. وفي عندنا طبعا هنا عن طريق ال يعني اول شيء خلينا نشيك على الكور 2. فاول شيء بدنا نيجي على الكور 2 ونعمل انترفيس. طبعا اول شيء بدنا نحكي شو اي بي راوتينج عشان يعمل راوتينج، بعدين بدك تحكي له نعمل انت ونشوف شو اي بي انترفيس بريف. ما في عندنا غير فيلان 10، لا يبدو انه كله موجودات، 1 10 و20 كلياتهم فعالات، لكن يعني ما كان عندنا الراوتينج شغال. فانا بدي اروح على الانترفيس ايثرنت 3.1 اللي هو زي ما احنا شايفين هون 3.1 بوصل ما بين الراوتر والسويتش. فثلاثة واحد راح يكون شو؟ نو سويتش بورت، نو سويتش بورت. بدي احكي له الاي بي ادرس 192.168.201.1 فقط، هذا هو اللي انا بحتاجه هون. كمان بدي اعمل اكزيت هون واحكي له اللي هي ادخل على راوتر OSPF 1، يعني النتورك اللي احنا بدنا اياها اللي هي 192.168.201. بتقدر تعمل نفس الانترفيس، فقط هو الانترفيس تشغل عليه وتحطه في الاريا اللي احنا بدنا اياها الاريا 2. فلو حطيته هيك وعملت هيك، فهاي انت بتحكي له شغل او فعله على هذا الهاي، وراح كمان النتورك كمان تشتغل على هذا الانترفيس، فانت بتحصل على شيئين بنفس الوقت. وهي طريقة كثير جميلة، لكن في ناس بيحكوا لك لا مش هيك، لازم يكون 255 وهنا لازم يكون عندك 0، وهي راح تكون طبعا هي لانه انت بالاخير راح تفعلها في الاريا 2. وبدك تيجي كمان تحكي له بالاريا 0، بدك تحكي له انه في عندي 192.168. مين اللي بده يكون عندي بالاريا 0؟ بده يكون عندي بالاريا 0 المية، بده يكون عندي بالاريا 0 ال20 وال30. طبعا احنا شايفين هنا
مباشرة انه الراوتر او السويتش راوتر لير 3 سويتش يعني عمل adjacency على كمان forming from 0 to full. طيب هنا في مشكلة لأنه الاثنين مشبوكات يعني على نفس الانترفيس. لو جينا هون فهذا يعني هذا الانترفيس نفسه مشبوك على هذا الانترفيس ويعني السويتش مشبوك معاهم. فأنا اللي راح أعمله هو التالي، راح أجي هون أو لا راح أجي على الراوتر R1 القديم أو السابق، أو أحسن شيء نحكي له no router OSPF1. تمام، بعدين أحكي له router OSPF1، يعني أنا بلغي كل الكونفيجريشن تبعت OSPF1، بحكي له network 192.168.200. عادي لو حكيت صفر مش مشكلة، وهي area 1. خليني انتقل ل طبعا راح يكون mismatch ID لأنه على السويتش هذا لازم كمان أدخل على router OSPF وأحكي له no router OSPF. بعدين مرة ثانية router OSPF network 192.168.200.0. خلاص خلينا زيرو أحسن، وهاي area 1 زي ما هي موجودة في طرف هاي. وحاليا مباشرة صار عندي طبعا هذا فصل وهذا اللي انا بدي اياه، وبدي اجي هون خلص يعني باقي الامور ما بدي اياها لانه كل الباقي راح يكون يعني لو جيت هون حكيت له هاي 100 وحكيت له هاي 0 وبدي كمان هاي مباشرة اعمل وهاي 20 وهاي 30 كمان. طبعا على كل انترفيس بتفعله بيتم عمل adjacency، بيتم عمل يعني نوع من الترابط. فلو حكيت له C ولو حكيت له show IP route عشان نشوف. طبعا هون عندك يعني static route، فانت لو حكيت له ping مثلا 4.2.2.2 قادر اني اصل الها. لكن هون لو حكيت له end و show IP route فما في gateway of last resort. لكن احنا ننتقل للراوتر اللي هون، فهون طبعا بتعمل configuration يلي بدك اياها. طبعا هذا سيسكو IOU، ف
فأنا اللي بدي إياه من هذا الموضوع كلياته، لأنه إحنا نقدر نعمل العملية التالية. العملية التالية اللي هي عبارة عن إنه أنت بتشغل الـ First Hop Redundancy Protocol. في عندك ثلاث أنواع: HSRP، هذا سيسكو، هاي سيسكو، وفي عنا VRRP، طبعا هاي IEEE أو يعني ستاندرد، وفي عندك GLPP، Gateway Load Balancing Protocol GLPP، طبعا هذا كمان سيسكو. ف يعني هذول هم يعني الموجودات عندنا. فبنعمل configuration لل HSRP وال VRRP إذا بتكون، يعني هو HSRP راح يكون الباقي نفس الشيء، لأنه يعني أنت بس بتعمل configuration. فأنت كل اللي بدك تعمله إنك بدك تيجي هون لكل VLAN بتقدر تعمل هاي الشغلة، لكن إحنا بنعملها لفقط مثلا VLAN معينة. خلينا نحط الفيلان مثلا، بتدخل تحت الانترفيس VLAN 30 اللي في عليها موجود ال virtual machine شغالة، بعدين بتحكي له stand by. شو الجروب تبعنا؟ جروب نمبر 1 مثلا، IP، شو الIP اللي بدنا نستمع له؟ 192.168.30 مثلا 200 بس، هذا كل اللي بدنا اياه. بعدين بتحكي له ستاند باي برايوريتي، مثلا هون شو اللي برايوريتي؟ برايوريتي هي كيف إننا يعني بدنا نتحكم بهذا البرايوريتي. فمثلا بتخلي واحد مثلا 110، واحد 105، أو مثلا يعني هيك بدك تعمل أنت برايوريتي. فبترفع البرايوريتي هاي أكتف حاليا. لو جيت هنا حكيت له مثلا برايوريتي هاي 110، بعدين بتحكي له ستاند باي. طبعا ليش؟ لانه هوت ستاند باي راوتينج بروتوكول. مثلا تايمرز بتقدر كمان تفعله، التايمر مثلا هالو انترفال مثلا واحد، او تقدر حتى ملي سكند، فانت بتشتغل على ملي سكند، فمثلا بتقدر تحكي له 100 ملي سكند. و طبعا هول تايم، شايفين هالو تايم، هول تايم، طبعا انت هون مثلا 100 ملي سكند، يعني هيك مثلا اذا بدك، او تتركهم على الستاندرد بوضعهم الطبيعي. لكن انا بحكي لك غيرهم، خليه تايمر 150، ملي سكند 150 بس. طبعا هاي بدك تعمل كونفيجريشن على الطرفين. نلقي نظرة اخرى، طبعا كويت ستاند باي، بعدين بتطلع القائمة. في عندك تراك، هاي مهمة كثير تراك. فانت بدك تعمل تراك لأي انترفيس، بتحكي له انترفيس ايثرنت 3.1 اللي هو متصل مع الراوتر 3.1، فبعمل له اوكي مثلا، بشغل تراكينج عليه.
بدك تروح على الانترفيس على الراوتر الثاني تحكي له كونفيجر تيرمينال، بعدين تدخل على الانترفيس اللي هو VLAN 30 اللي هو موجود هون عند انترفيس VLAN 30، بعدين بدك تحكي له ستاند باي جروب 1، بعدين بدك تحكي له اي بي 192.168.30. احنا هون ايش حكينا؟ ستاند باي تبعنا هون 200، فهو راح يكون على 200. بعدين بتحكي له ستاند باي 1، بعدين مثلا برايوريتي، مش حاس اني ما دخلت هون 1 ستاند باي 1. هون في عندي مشكلة، والوضع الطبيعي ستاند باي بيكون 0 جروب نمبر، انا لازم احكي له كل اللي عملناه 1 برايوريتي 110، واحكي له ستاند باي 1 تايمر بالسكند، هاي 1 مثلا 1 هول تايم بس ملي سكند طبعا، اذا بدي مثلا 100 مثلا ستاند باي 1 تراك هناخذ تراك اللي هي ايثرنت 3.1. هون نفس الشيء بدك تيجي تحكي له برايوريتي، هون بدك تحكي له مثلا 105 ستاند باي 1 تراك. هون مين الانترفيس؟ هون الانترفيس الاخر اللي هو موجود هون، فانا بس بحكي له ايثرنت 3.1 وستاند باي 1 طبعا بالنسبة للراوتر هاد اذا نزل فانا لازم احكي له ستاند باي 1 preempt، يعني طالب بحقك انك تكون بتقدر تحكي له ديلي مثلا ديلي ومثلا مينيمم او لحتى ما تعمل ريلود، فبتقدر تحكي له مينيمم، بتقدر يعني في عدة امور، لكن احنا بناخذ الاشياء الرئيسية. ف يعني هاي طبعا اهم شيء التايمرز يكونوا نفس الشيء، فاذا حكيت له ملي سكند فحكيت له 100، وهنا انا عملت له كونفيجريشن 100. انا هون موجود، انا عملت كونفيجريشن هون 100 100، فلازم اجي هون واحكي له انه عندي ستاند باي تايمرز 100 100 علشان طبعا ملي سكند. عملنا البرايوريتي، عملنا هاي تراك، كمان عملناها تراك، عملنا برايوريتي 105 الاي بي، بس فقط هذا هو كل اللي بدنا اياه. نعمل اند وبنعمل شو ستاند باي، ستاند باي هون طبعا بشوف انه جروب 1 وهاي الماك ادرس وهذا الـ طبعا الان هو الان لو حكيت له مين الاكتف راوتر هو 11. هو شو هذا الراوتر اللي موجود؟ ستاند باي از ذا لوكال راوتر، معناته أنا عندي شغالات وكمان شوف في حالة تراك انترفيس، انترفيس صار داون اعمل ديكريمنت 10، فهون طبعا هو 95 هون احنا عملنا له 105 هون، فراح يصير بعد ما نعمل ديكريمنت 10 قديش يصير؟
95، لكن هون لما عملوا decrement 10 أنا 110 عامل له priority 110. هاي priority 110، لما عمل decrement 10 بصير قديش؟ 100، أقل من 105، فباخذ هذا الراوتر اللي هاي إذا وقع عند الانترفيس اللي موجود على الانترنت. فأنا بعمل سي، بعمل شو ستاند باي، شو ستاند باي. نشوف هنا طبعا بحكي لي انه هذا هو اللي بنستمع له، active router is local، بينما ستاند باي اللي هو 2 اللي هو كور 2. هذا كل اللي انا بدي اياه. طبعا بالنسبه للفي ار ار بي كمان هسه بنعمل ندخل عليه على ندخل على Global Configuration Mode وندخل على مين؟ على هذا ال VLAN No Standby 1 و No Standby 0. خلص بيجي هون، ندخل على Global Configuration Mode وبناخذ ال VLAN 30 ونحكي له No Standby 1 او زيرو. انا مش متذكر بالضبط شو ال يعني ايش ال ستاند باي زيرو. طيب كيف افعل ال VRRB؟ شو الجروب؟ 192.168.230.200 VRRB 1، بعدين بحكي له مثلا تراك ايثرنت تراك ايش هاي تراك 1، فعل اوبجكت انا تراك 1، لكن انا بالخارج يعني خارج هاي الكونفيجريشن ممكن افعل اعمل تراك اعمل تراك لانترفيس معين، لكن احنا بنعمل التايمر بنحكي له ادفرتايز مثلا وهيك يعني. بس هاي هي كل الفكره من الموضوع. الان اللي بدك تعمله هو والاهم شيء انك تعمله انك تروح على الدي اتش سي بي سيرفر، واحنا شايفين هنا رحنا السي وحكينا له شو رانينج كونفيج وحكينا له انكلود اي بي DHCP. او مش include IP DHCP، انا اخطأت هون، المفروض حكيت له begin يعني ابدأ ب IP DHCP يعني ابدأ بالconfiguration الموجودة بالrunning config. فانا باخذ begin with IP DHCP اللي بيبدأ في IP DHCP. فهون طبعا عندي هاي، بدل ما احكي له ديفولت راوتر 11 شو المفروض لازم احكي له؟ لازم احكي له ديفولت راوتر، يعني لازم ادخل على جلوبال كونفيجريشن مود واحكي له اي بي دي اتش سي بي بول فيلان 30، احكي له نو ديفولت راوتر، بعدين احكي ديفولت راوتر شو صار عندي 192.168.30.200. الان لو نزلنا على ال يعني اخذنا، يبدو انه اغلقناه احنا، مش عارف انا، يبدو انه اغلقنا ال virtual machine. طيب تمام جميل جدا. طيب انا هسه اللي راح اعمله هو التالي، بدي اجي احكي له
fconfig أول شيء، فهو بحكي لي إنه هذا الـ IP address. بحكي له route، ورجيني الـ default gateway 11. طيب أنا راح أجي هون أحكي له disconnect، استنى عليه شوي لحتى ما يفقد الـ IP address، بعدين أعمل له شو connect. طب نشوف هسه راوت، وهذا اللي انا كل اللي بدي اياه من الموضوع، بتوجهه نحو الفيرتشوال اي بي ادرس وبتناوبه عليه الراوترين اللي موجودات او اللاير 3 سويتشز الموجودات عندي. فأنا هون بدي أفعله وأجي هون، طبعا نفس الخطوات اللي عملتها، بس أنا شو بدي أحكي له VRRB 1 IP 192.168.13.200. بعدين بدي يعني مش عارف هون إحنا إيش دخلنا configuration عليه، احنا بس عملنا له تفعيل ل فقط فعلنا ما يعني ما عملنا شيء نهائيا. فطبعا هنا بروح لستيت ستاند باي ديسيبل، بينما هنا عندي المفروض هو يكون الاكتف. فلو حكيت له يعني ورحت اند وحكيت له شو VRRB بشكل عام preemption enabled master router هو موجود، بس بنلاحظ انه ما في عندي غير الماستر راوتر. طب وين ال virtual IP موجود؟ ما في عندي غيره. مجموعة واحد، لو حكيت له كنترول سي ديباج في ار ار بي ديباج في ار ار بي، شوف شو اللي بصير. طبعا ما عم بصير association، ليش؟ لانه advertise higher or equal priority. طيب اللي راح اعمله هو التالي no debug all، فراح ادخل على global configuration mode على VLAN واحكي له VRRB priority. طبعا هنا بدي احكي له priority 95 VRRB 1 كمان نعمل preempt عادي preempt، وأجي هنا أحكي له يعني الآن لو حكيت له show VRRB ما هنا شو في ار ار بي نو ديباج اول. شو في ار ار بي ماستر راوتر is 11، هنا ماستر راوتر اللي هو 11 راح يكون يعني دوت 2 هون مش دوت 11. فبما انه شايفه طيب شو في ار ار بي
انترفيس. مش طيب بريف. فاحنا بنشوف هنا انه في عنا باك اب راوتر على 11. طيب هنا لو حكيت له شو في ار بي بريف، في الماستر موجود على 11. فانا بهاي الحالة يعني بنكون يعني غطينا ال VRRP وال HSRP. فشاكر لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.